أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في الأسبوع الخامس من مادة الفصل الدراسي الثاني لكتاب التربية الإسلامية. سأقوم اليوم بتعريفكم بمحتويات الأسبوع الخامس وما سيتم دراسته في هذا الأسبوع. لذلك فإن أبرز أهداف الدرس هو التعريف بمحتويات الوحدة الثانية وهي بعنوان يسر الإسلام، كما سنقوم بالتعرف على أبرز موضوعين سنقوم بتناولهم خلال هذا الأسبوع وكيف سيتم ربطهم بالمواد الأخرى. عنوان الوحدة الثالثة كما ترون يريد الله بكم اليسر. أبرز الموضوعات التي سنقوم بتطبيقها في هذه الوحدة هي الحديث الشريف يسر الإسلام، فسنتعرف إلى المقصود بيسر الإسلام وبعض مظاهر هذا اليسر في تشريعاتنا الإسلامية وفي حياة الرسل والصحابة. ثم سننتقل إلى مفهوم قصر الصلاة، حفظ النفس الإنسانية، الإسلام والصحة، والجمع بين الصلاتين. ثم سنطبق تطبيقات على مخرج الحلق من خلال التلاوة والتجويد لآيات محددة في الوحدة. كما ترون فإن معظم الآيات تركز على موضوع الإسلام والصلاة، فلذلك عليك أن تعود إلى المنصة التعليمية وقراءة أبرز محتويات الوحدة لتتعرف إلى المفاهيم الرئيسة التي سنقوم بتناولها. الدرس الأول أعزائي الطلاب الذي سنقوم بتناوله هذا الأسبوع هو يسر الإسلام. لاحظ عزيزي الطالب وتأمل الصورة التي تراها أمامك. هل نحن نصلي بهذه الطريقة يومياً فروضنا الخمس؟ بالتأكيد لا. سؤال آخر، لو سافرت في شهر رمضان وكان السفر طويلاً، هل علي أن أصوم في سفري أم أفطر؟ ولماذا؟ إذاً عند تأملي لهذه الصورة ولهذا السؤال، أعلم أن الله تعالى أباح لنا بعض الإباحات في الفروض. كيف؟ أباح لنا أن نجلس في الصلاة إذا كنا مريضين، كما أباح لنا أيضا أن نفطر عند السفر الطويل. وهذا ما يتجسد في الحديث الشريف، حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، حيث قالت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يأخذ الأمثال من باب التخفيف على المسلمين، وذلك لرفع المشقة عن الناس. ومن هذا أيضا أن الإسلام كان حريصا في تشريعاته على كثير من الأمور التي تسهل على حياة الإنسان، كمثلا صلاة الفرض في وضع الجلوس عند عدم القدرة، جمع الصلاة وقصرها في السفر، وهذا ما سنأخذه أيضا في الموضوع الثاني، الإفطار في رمضان في المرض والسفر، وأن الحج لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيلا. أيضا يقول الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ دائما الأمثال إذا لم يكن إثما، ومن ذلك أن الرسول عندما صلى بالمسلمين جماعة كان يخفف في صلاته وكان لا يطيل على المصلين ففيهم الضعيف والمريض. الموضوع الثاني الذي سنقوم بتناوله هو بعنوان قصر الصلاة. دعونا نقرأ المثال التالي ونستكشف عما يتحدث والمفهوم الرئيسي الذي يتناوله الدرس. سافرت عائشة مع عائلتها من عمان إلى الكرك لزيارة قلعتها التي تبعد نحو 140 كيلومتراً، وفي الطريق توقفت العائلة في إحدى الاستراحات، فصلى أفرادها الظهر ركعتين بدل من 4 ركعات. إذاً لماذا صلت العائلة الظهر ركعتين بدلاً من 4 ركعات؟ لاحظ أنها في السفر وأنها في إحدى الاستراحات. هذا ما يسمى قصر الصلاة، وهو أن تؤدى الصلاة الرباعية المفروضة ركعتين بدلاً من 4 ركعات في السفر. تستطيع أن تعود عزيزي الطالب لمعرفة التفاصيل أكثر إلى صفحات المنصة التعليمية لفهم الدرس أكثر والإجابة عن التقييمات الموجودة في الدرس. أشكر استماعكم وأتمنى أن أكون قد قدمت ما فيه الفائدة.
أراكم في دروس قادمة ودمتم بخير.